وقال الأسود بن يعفر الأشهلي: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي، من غير ما سقم ولكن شفني، هم أراه قد أصاب فؤادي. ومن الحوادث لا أبا لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد، لا أهتدي منها لموضع تلعة بين العذيب وبين أرض مرادي. ولقد علمت سوى الذي أنبأتني أن السبيل سبيل ذي الأعواد. إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي، لن يقبلا مني وفاء رهينة من دون نفسي طارفي وتلادي. ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إيادي، أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سندادي. أرض تخيرها لبرد مقيلها كعب بن مامة وابن أم دوادي، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي. ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد، نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد. فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفاد. في آل غرف لو بغيت لي الأسى لوجدت فيهم إسوة العداد. ما بعد زيد في فتاة فرقوا قتلا ونفيا بعد طول تآدي. إما تريني قد بليت وغاضني ما نيل من بصري ومن أجلادي، وعصيت أصحاب البطالة والصبا وأطعت عاذلتي وذل قيادي. فلقد أروح إلى التجار مرجلا مذلا بمالي لينا أجيادي، ولقد لهوت وللشباب بشاشة بسلافة مزجت بماء غوادي، من خمر ذي نطف أغن منطق وافى بها لدراهم الأسجاد، يسعى بها ذو تومتين مشمر قنأت أنامله من الفرصاد، والبيض يرمين القلوب كأنها أدحي بين صريمة وجماد، ينطقن مخفوض الحديث تهامسا فبلغن ما حاولن غير تنادي، والحور تمشي كالبدور وكالدمى ونواعم يمشين بالأرفاد، ينطقن معروفا وهن موانع بيض الوجوه رقيقة الأكباد. ولقد غدوت لعازب متحفر أحوى المذانب مونق الرواد، جادت سواريه فآزر نبته نفأ من الصفار والزباد، بالجو فالأمرات حول مرامر فبضارج فقصيمة الطراد، بمقلص عتيد شديد أسره قيد الأوابد والرهان جواد، فيصيدنا العير المدل بشأوه بشريج بين الشد والإرواد. ولقد تلوت الضاعنين بحرة أجد مهاجرة السقاب جماد، عيرانة سد الربيع خصاصها ما يستبين بها مقيل قرادي.